مساء الخير، اهلا بشعبنا العظيم. النهارده الحلقه الثانيه من الكورونا، الموضوع بتاع الكورونا بنتكلم فيه النهارده. كنت عايز اتكلم على ازاي ان احنا نحاول نتعامل مع الموضوع بطريقه على حسب الامكانيات الموجوده عندنا. فطبعا دلوقتي انا اتمنى لو اي حد اتعرض لاي حد مريض بالكورونا او الكوفيد 19، فلو ده حصل حتى لو مش عنده اعراض، لازم الشخص ده يقعد 14 يوم كورنتين، يبقى عازل نفسه في المكان، عشان ممكن الشخص ده سواء جاله المرض او ما جالوش المرض ممكن يبتدي ينشر المرض لاشخاص تانية. فاحنا دلوقتي لو في اي حد اتعرض لاي حد عنده الكوفيد 19، لازم عشان احنا عايزين نحمي بعضينا لازم يبتدي يعزل نفسه. طيب لو اي حد تاني ابتدى يجيله اعراض زي اعراض البرد العادي، وطبعا اعراض الكوفيد 19 دي اعراض تختلف تماما، يعني ممكن واحد يجيله دوخه، ممكن واحد يجيله صداع، ممكن واحد يجيله الحلق بتاعه يكون ناشف، واحد ممكن يجيله كحه ناشفه، واحد ممكن يجيله اعراض في الجهاز الهضمي، يجيله اسهال، واحد يحس ان هو جسمه متكسر تماما. فالسبيكترم بتاع الاعراض بتختلف. فلو اي حد جات له اعراض، طبعا التشخيص احنا هنا في الولايات المتحده كان في شهر مارس كان تشخيص ممكن ياخد 10 ايام عشان النتيجه تبان، فدي تختلف من بلد لبلد. بس اهم حاجه دلوقتي لو حد جات له اعراض لازم يعامل نفسه ان هو مريض بالكوفيد 19. فلو ده الموضوع ده حصل، لازم يبتدي يعزل نفسه تماما، عشان لازم يحافظ على الاهل بتوعه واصدقائه. فنحاول ان احنا نعمل سيلف كورنتين، ونبتدي في الاول نبتدي ناخد علاج كله سبورتيف، يعني علاج ان احنا ناخد حاجات زي التايلينول اللي هو البنادول، ممكن ناخد فيتامين سي، ممكن ناخد زنك سلفيت. فالحاجات دي كلها بتساعد شويه في جهاز المناعه، وفي نفس الوقت لازم نبتدي نراقب نفسينا في الحاله بتاعتنا. انا برضو انا انصح الساده المشاهدين ان احنا في تحليلات بسيطه جدا ممكن نعملها في الاول، وهي انزيمات الكبد وصوره الدم وحاجات انفلاماتوري ماركرز، حاجات ممكن زي سيرا اكتيف بروتين والفيريتين، ونعمل حاجه كمان اسمها دي دايمر عشان التجلط. فالتحليلات دي تحليلات بسيطه مش هتكلفنا كتير ولا حاجه، وطبعا عاملين صوره الدم. بعد ما نعملها ممكن نناقشها مع الطبيب الخاص بينا، وعلى حسب التحليل ده ممكن تدينا فكره ايه اللي حاصل معانا بالنسبه للكوفيد 19. طبعا كان في الاراء والموضوع دلوقتي في كلام فيه بالنسبه ان احنا لو نبتدي علاج بدري للموضوع ده، وانا اتكلمت قبل كده، فانا برضو موضوع الدواء اللي هو دواء الملاريا اللي هو هيدروكسيكلوروكوين، احنا برضو الدواء ده الطريقه اللي هو بيشتغل بيها ان هو بيمنع الفيروس ان يدخل خلايا. واحنا عارفين الفيروس مختلف عن البكتيريا، ان الفيروس بيعتبر كجسم بيحتاج حاجة تانية عشان يشتغل، فلازم يدخل جوه الخلية ويبتدي يتكاثر فيها. البكتيريا مش محتاجة الموضوع ده، البكتيريا بتشتغل على طول. فطبعا الهيدروكسيكلوروكوين الحاجة اللي بيعملها زي ما بيشتغل في الملاريا، بيمنع البروتوزوا بتاعت الملاريا ان تدخل في خلايا الدم، نفس الفكرة بيمنع الفيروس ان يدخل في الخلايا اللي موجودة في الأنف او في الجهاز التنفسي. فطبعا لو احنا اخدناه بدري، وانا ارشح مثلا لو اخدناه، طبعا لازم نتاكد ان مفيش اي مشكله مثلا اي اضرار بالنسبه لموضوع القلب، لو حد عنده مرض في القلب او عنده مشكله في كهربه القلب بنعمل رسم قلب نطمن الكهرباء بتاعه القلب اللي هي الكيو تي سي مش عاليه، مش اكتر من 450. لو احنا عرفنا ناخده في اول 3 ايام ممكن يكون ليه مفعول ايجابي، على اساس ان احنا لو خدناه متاخر المفعول مبقاش موجود خالص. فانا برضو نصيحتي للساده لشعبنا ان احنا لو في عندنا الدواء موجود ممكن نناقش الموضوع مع الطبيب الخاص بتاعنا، نبتدي ناخده في الاول خالص من اول ما الاعراض تظهر، وناخده لمده 5 ايام. فدي حاجه مهمه ان احنا نعملها. الحاجه الثانيه اللي احنا برضو عايزين نعملها ان احنا زي ما اتكلمنا ان الكوفيد 19 في مشكله كتير جدا بتحصل فيه، ان هو نسبه التجلطات اللي بتحصل حتى في الشرايين الصغيره، فدي برضو وبتحصل في الحالات اللي عندها اعراض زياده شويه. فلو برضو نناقش مع الطبيب لو الاعراض بتاعتنا زايده بطريقه ان احنا
مش محتاجين نروح المستشفى بس لسه موجودين في البيت، ممكن نبتدي ناخد طبعا الاسبرين، واسبرين الاطفال مهم جدا ناخده، وفي نفس الوقت ممكن ناخد دواء منع التجلط اللي هو حبوب منع التجلط زي زاليرتو او اليكويس، بس جرعات قليله مش الجرعه التامه اللي هي 5 مللي جرام مثلا اليكويس 5 مللي جرام مرتين في اليوم، ممكن ناخد 2.5 مللي جرام مرتين في اليوم الفتره اللي هي الكوفيد موجود والعرض عندنا زياده في الحراره عاليه وفي تعب في صدرنا كده، فممكن ناخد الدواء ده ونراقب نفسينا. ان شاء الله المره الجايه نتابع ايه اللي ممكن يحصل لو الاعراض زادت وهنحتاج نروح للمستشفى. شكرا.